بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي موقع ومنصة ابو كبير ميديا، كلنا شفنا وتابعنا الحادث الاليم اللي راح ضحيته اكتر من 12 ل 12 واحد، حادث جامعة الجلالة. وكمان شفنا يعني تفاصيل مرعبة عن الحادث، فيديوهات وصور منتشرة على السوشيال ميديا، واخبار وتقارير تنزل على كل منصات المواقع الالكترونية، وتقارير تلفزيونية تذيع الحدث لحظة بلحظة. احنا بقى في مكان تاني، في حتة تاني، مع المستشار وائل ابو شوشة اللي هيقول لنا تفاصيل هامة جدا عن من يعاقب، اللي هو مثلا في مثل هذه الحالات. ما بتكلمش على حادث الجلالة بس، بتكلم على كل الحوادث اللي تحصل في اتوبيسات نقل عام او خاص، او حتى شركات خاصة او شركات تتبع للعام. مين اللي هيتحاسب؟ مين اللي هيتعاقب؟ مين اللي هنعل عليه؟ تعالى هنا في زبط عليك، وما هي الاجراءات المتبعة قانونيا في هذا الشأن. معكم المستشار وائل ابو شوشة يتحدث فصنته. مع المستشار، قول لنا التفاصيل الاولى للحادث تبين ان هو حادث ضخم. والله بص، صعب. اولا البقاء لله سبحانه وتعالى، البقاء لله سبحانه وتعالى، ربنا يرحمهم يا رب. ان لله وانا اليه راجعون. انا عايز اقول لحضرتك ان الامر جلل والمصاب عظيم، لانهم يعني طبعا شباب وشابات في مقتبل العمر، وكانوا رايحين طلب يا مستشار. وخلي بال حضرتك، انا عايز برضو انبه للشيء مهم جدا. قد لا يذكره البعض ان هؤلاء كانوا طلاب علم، وطالب العلم اذا توفاه الله في هذه الظروف اصبح شهيدا. نعم. هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بشرى لابائهم وامهاتهم واهليهم. نسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه. نعم. لكن بالنسبه للناحيه القانونيه، هو ده المهم بقى. يعاقب السائق لرعونته. ايوه. وقد يصل العقاب الى 5 سنوات قانونا. العقوبه القصوى قد يصل، يبقى العقوبه القصوى 5 سنين في حاله الفعل الجثيم. بمعنى الفعل الجثيم اكثر من كده مثلا؟ من عايز اوضح لحضرتك، الفعل الجثيم ينقسم الى قسمين. أيوه. فعل وفعل جثيم. نعم. رعونته واهماله تسبب في قتل بعض الاشخاص خطأ طبقا للماده 238 من قانون العقوبات المصري، واصاب ايضا لرعونته واهماله طبقا للماده 244 من قانون العقوبات المصري. طيب الفعل الجسيم هنا القانون حينما ذكره قد يكون السائق، والله اعلم طبعا، يعني قد يكون تحت تاثير المخدر، قد يكون تحت تاثير المسكرات، قد يكون قد تجاوز السرعه المقرره. تمام. السرعه المقرره على الطريق. دي تعتبر 120. هذه تعتبر من الافعال الجسيمه. ليه؟ لانه تسبب برعونته واهماله خطأ في قتل او اصابه شخص ما. الحقيقه والله في سؤال هنا قبل ما نترك الموضوع ده، هل العدد يعني محدد؟ يعني مثلا يقول لك مقتل واصابه، يعني استشهاد 10. لا 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 لا، واصابه 50. بص حضرتك، زي واحد واصابه 2. هوضح لحضرتك حاجه، القانون يقول ايه؟ لا، القانون لم يعدد تعدد الاشخاص، ولكن هو اعتمد على الاصل في الفعل، والاصل في الفعل هنا الرعونه والاهمال. واذا كان تحت تاثير المخدر او كان تحت تاثير المسكرات او تجاوز السرعه المقرره، هذا هو ما نص عليه القانون. لكن والعياذ بالله، اعوذ بالله يعني من هذا الامر، يعني ربنا يغفر للقتل لهم المتوفين رحمه الله سبحانه وتعالى، ويجعلهم شهداء ان شاء الله، وان يداوي المصابين، لان اصاباتهم جثيمه واصابات خطيره. ووصل الامر الى 40 منهم 10 او 12 حاله وفاه، والباقي اصابات. نسال الله ان يعني يتغمد المتوفين في رحمته، وان يداوي المصابين، وان يعني يطبطب على اهلهم. لان بصراحه برضه مش هكذب على حضرتك، حينما نتحدث عن الابناء هو اصعب حديث. يعني لما تيجي تقول مثلا ايه
شاب او شابه او طالب في مقتبل العمر بتبقى يعني ايه مؤلمه شويه. نعم. مع ان هو المصاب واحد. اه طبعا. ولكن اما واحد يقول لك ايه والعز... انت عارف حضرتك المشهد المؤلم ما دخلش دنيا المشهد المشهد الذي المني حينما وجدت الاهالي رايحين على الطريق داخلين على المستشفى ومحدش عارف ابنه توفى ولا اصيب. تخيل حضرتك بيسألوا بيسألوا يا عيني في انهيار شديد طبعا يعني عارف انت عارف والعياذ بالله ربنا يعافينا يا استاذ هاني في مثل يقول لك وقوع البلا ولا انتظاره. ربنا يعافينا من هذه البلاوي ويعافينا من هذه المصائب. طيب. وان يكتب لنا السلامه. خليني برضو اخذك كمستشار لحته ثانيه وهي يعني السائق قطار برضه نفس القصه يقع عليه الموضوع واحد. آه. الموضوع واحد لكن في نقطه بقى هو القانون هنا لم يفرق بين سائق القطار وسائق الميكروباص وسائق العربيه الملاكي وسائق الاتوبيس. نعم. وسائق الاتوبيس الكبير. نعم. القانون هنا واحد. جمله واحده كان واضحا وهو ده ودي نصوص القانون بتاتي جامده وتؤتى على وقائعها تسمى جنايه في القانون ولا لا 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 لا, لا, لا اسمها جنحه قتل خطا لان الجنايه يا استاذ هاني الجنايه يسبقها فعل متعمد اما الجنحه ففيها نوع من الاهمال خطا ورعونه وليس تعمد. أيوه. لان التعمد ياتي بالايه يصبح الفعل جناية. يعني النهاردة لو هو تعمد يا سيدي ان هو يموت الطلبة دي مثلا وده مستبعد طبعا طبعا لان هو خلي بالك يقال ان هو نفس السائق مصاب. خد بال حضرتك وهو يعمل كده ليه ويفتعل هذا ليه في حد يروح يعني هي مش عمليه انتحار احنا مش في دولة برا مصر يعني. نعم. لكن اللي احنا عايزين نقوله القانون فرق بين الجنحة والجناية في هذا الشأن يعني ولكن هي اسمها جنحة قتل خطأ على قتل واصابه قلنا ثلاث حاجات لا يفرق العدد اذا كانوا لا 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 لا, لا 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 هو بيفرق قدام القاضي في ايه بقى بيعتبر الفعل هنا جثيما وليس فعلا عاديا بمعنى ان تعدد القتلى وتعدد المصابين بيثير حفيظه الناس وتصبح قضيه راي عام واخد بال حضرتك ولذلك احنا بننبه على السائقين وبننبه على نفسينا وبنذكر بعضنا يا جماعه رفقا بنا يعني حاولوا تلتزموا بالسرعات حاولوا تلتزموا يعني تاخدوا حرصكم واستعداداتكم حفاظا على الارواح النهارده الروح دي غاليه عند ربنا سبحانه وتعالى واخد بال حضرتك ويعني وكما ذكرنا ان الماده 238 هي التي جاءت في نص القانون العقوبات المصري التي تعاقب في حاله الرعونه والاهمال وقد تصل العقوبه الخمس سنوات